شنو عمل لي ستوب هكا؟ وقفت ما قلتش بيه. قال لي ميساش نطلع معاك توصلني لاخر الشارع. قلت له تفضل، انا بطبيعتي ماشي لاخر الشارع على رحمة والدينا، طلع تفضل. طلع بحذايا في الكهرباء مسكين هكا، قلت انا خليها على راحته ما قلقوش باش هكا ما يحشمش وكل شيء. عليت في المزيكا وخليته في جو، قلت لنوصل نهبطه هيك هاو. انا مخدمه المزيكا كي، وعلى الاخر هو قال لي نسيش نقص شويه باش نقول لك حاجه. نقصت في المزيكا شويه، تفضل. قال لي امان مدام، اجي نقول لك انا راني كاري وحدي ونسكن وحدي، تحب اجي معايا للدار نعمل لك اللي تحب انت وادفع لي الفلوس اللي كتب ربي، راني والله مخسور، راني كاري وخلص في الكري وتعب وربي يعلم بيا. تصدمت تصدمت، قعدت نخسر. كيفاش الرجال ولا تتبيع في رواحها؟ قعدت نخسر لهالدرجة معناها، جيت نعيط عليه ونصيح، قلت له هكا تبيع في بدنك هكا ما على خاطر زو صورتي تي تمشي تطلب خير؟ انا نقبلها انسان هكا راجل يمشي يقف في الشارع يا ربي كريمة بتاع ربي وما يبيعش روحه؟ قلت له اهبط عليا حسير وهبطته. وقعدت نخزر انا، وانا خفت، انا خفت بديت نهبط فيه بشويه عدني مش ندزه بسقيه، خفت لا يبدا يعيط في الطريق ويقول لهم ايه تتحرش بيا ولا هاي اختصبتني ولا هاي خاطفتني، هذا ما تتوقع منه حد شيء.